كاراكاس ينضم إلينا عمر المنيري مراسل الغد. عمر، بعد انشقاق الملحق العسكري الفنزويلي في سفارة بلاده في واشنطن، هل من قادة أخر لبوا دعوة المعارضة إلى الانشقاق والانضمام إليها؟ لا يبدو حتى الآن أن هناك انضمام، لكن من المتوقع أن يكون هناك حالة جديدة وترحيب، وخصوصا أن المعارضة تقدمت بهذه الحركة الجريئة وقدمت هذا القانون وسلمته باليد كما رأينا في التقرير إلى من استطاع الوصول إليهم، وخصوصا أن بعض قادة الجيش أحرقوا هذه الورقة ربما في تحدي وربما ليس لهم علم لتأييد الرئيس مادورو. لكن يبقى المتوقع أن المعارضة حتى الآن تستخدم كل السبل القانونية والدستورية في توصيل احتجاجاتهم على ما يقوم به مادورو، كما رأينا في التقرير أيضا أن عضو الكونغرس تؤكد للرئيس مادورو أنه حقلا للدماء، يجب أن يتراجع عن قراراته. الآن اليوم منذ قليل وصلني الخبر أنه هناك أكثر من 800 معتقل حتى الآن منذ الأحداث الأخيرة، والعدد يبدو أنه في زيادة. أيضا هناك أخبار وتقارير صحفية تؤكد أن هناك تحركات عسكرية للجيش الفنزويلي وتحرك في اتجاه الحدود الكولومبية، ونحن نعلم أن هناك تعارض مع الحكومة الكولومبية، والحكومة الكولومبية لا تؤيد الرئيس مادورو بل تؤيد المعارضة. إذا لا نستطيع أن نتنبأ هل سيكون هناك انشقاقات جديدة؟ أتوقع ذلك. طيب، عمر، البيت الأبيض يحذر من أي عنف أو ترويع ضد الدبلوماسيين الأمريكيين الموجودين في فنزويلا، كيف تتعامل حكومة مادورو مع الدبلوماسيين الأجانب والأمريكان بالتحديد في ظل هذه الظروف؟ ما نستطيع ان يعني ان نرصده الان ان الحكومه في هذه الايام تحاول ان تمسك العصا من الوسط ولا تقوم باي تحديات للمظاهرات المختلفه. يوم امس كان هناك مظاهره حاشده لكن لم تظهر الحكومه او القوات الحكوميه او التابعه للحكومه ايضا في التعدي على هذه المظاهره خوفا من ان يكون هناك اشتباكات. لكن ما نعلمه انه المعارضه تسعى لان يكون هناك إضراب عام في البلد، لم يتأكد بعد لكن سيكون بعد غد، ومن المتوقع أن يكون هناك اشتباكات من المؤيدين لحكومة مادورو وما بين المعارضة. لكن المعارضة تتخذ خطوات خلفية حتى لا يحدث هذا الصدام. في المقابل تحاول الحكومة ومؤيدي الرئيس مادورو أن يقوموا بفعاليات مختلفة لجذب المزيد من التأييد من عامة الشعب، خصوصا أن 75% بالحديث عن الشعب من عامة الشعب يعتمد اعتماد كلي على الدولة. بالحديث عن الشعب عمر، يعني من خلال تحدثك إلى أبنائه، هل لمست تباينا كبيرا في الآراء بين أبناء الشعب في فنزويلا؟ الكل يتفق أنهم يعيشون في جحيم الأسعار، هذا كل سواء كان الرئيس مادورو أو المعارضة، الجميع يعاني معاناة كبيرة جدا بما يحدث. الاقتصاد منهار تماما، العملة المحلية منهارة، لا يستطيع أحد، حتى الإعانات التي تقدمها الحكومة ل 75% من الشعب لا تسد حاجتهم. نتحدث عن يقدم لهم 1000 بوليفار تقريبا يوميا وهو لا يزيد عن نصف سنت، ويبدو أن هذا لن يكفي. الحكومة الحالية تحتاج إلى مزيد من الدعم، تحتاج إلى مزيد من تقديم الأموال للفقراء. إن استمر الحال على هذا أعتقد أن العديد من أبناء الشعب الفنزويلي سينضم للمعارضة أو على الأقل سيخرج في مظاهرات ضد ما يعاني من أكثر من 3 سنوات على الأقل من هذا الجحيم المتواصل بشكل يومي. شكرا جزيلا لك من كاراكاس عمر المنيري مراسل الغد.